أجواء مريحة، الخيل موجود، الأمن موجود، السعر موجود، الحمد لله كل شيء مزيان. عنا أنجك تشوف الخيل حدا. لديك شي زوين تبارك الله. موسم مولاي عبد الدار معروف عالميا. كم تقابلوا ديناس كنجو كل عام لهذا الموسم. تبارك الله، موسم كبير. الام ديال جدي من الاربع ولا العام عندي واحد العرق من تكاله. اللهم تعالى وعلى مشينا السرعه. ها ندير انا اللي عليا ونجيب انا الدفانيه ولا بنت العجبانه. خمس سنين ولا كنجي المولى عبد الله ما عنديش مع الادمان الرياضه سبور، وربما الجمهور ديال الصعيد الخريف غير ما كنكون كنلعب ماتش ديال الكره ديال اللايف كيتفرجوا فيا المجموعه كامله حي التعليم وداك كلشي ولا كيصلي. كلشي ولا كيصلي منع التعليم داك الشيء الله يجعل شي بركه. كل ما عان بير الله كامل هاد الناس اللي نشوف فيهم كان لي مريض كان لي عيان كان لي مريوع كان لي مضروب كل ما عان بي ربي. والمولى عبد الله كنا نجولي بكري ملي كنا نخدمولي في المحرك. لا حيد هذا الموسم راه ما بقى حتى حاجه. الموسم راه هو كل شيء. بيع الدحشه وجيت راكم البلاد باش جيت هنا راني طبيته وغنمشي على رجليا. الله يدير زين تبارك الله زين تبارك الله شفني كل شيء البوليس مزيان والخيل تبارك الله تبارك الله الله يحفظهم. ول 15 عام كنمارس هاد الخدمه هاد المهنه خمسة سنين ما قايلينش بعضياتنا. حنا الكونجي ديالنا هو هاد الموسم اللي كنشوفوا فيه دابا كنشوفوا الحياه ديال الناس والحباب. الحمد لله راه كاين تنظيم هاد العام راه زايدين في الامن وداك الشيء راه كاين تنظيم وبالنسبه للبارود راه ما كافيناش والدعم ما كاينش. ما خرجنا حتى بلاصه جينا على قبل الساعه. خويا النشاط بغينا يكون ديما ديما ولاد جديده زاهين وتحيه لحد ولاد فرج والناس اللي كيجيو مرحبا بهم اي واحد. كل عام كنجيو لمولاي عبد الله موسم عالمي كيعمر الناس كتجي ليه من اي بلاد من اي مدينه جديين ضروري تكون واحد القصعه ديال الرفيسه بعدا في العشيه هذيك ضروري. اهم حاجه هي كاين المخزن انا كل عام تنجي ليه زوين.
يدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والسلامه ان شاء الله. وحنا راه في الوالي ديال الوالي مولى عبد الله مغار. من العام لعام تجيو لهاد الوالي السعيد، هادي هي البلاصه تنجيو ليها. داكشي غريب لانه كنا كنسمعوا اكبر موسم في المغرب والحمد لله بي. مولاي عبد الله عندي معاه قصة زوينة، لأنه أنا ملوعب المرحومة فاطمة بنت الحسين، عندي معاه واحد القرابة موسم مولاي عبد الله. بالنسبة لموسم مولاي عبد الله أمغار هو من أحسن المواسم على مستوى المغرب. هاد الوالي الصالح تقريبا من 1988 كان شارك هذا الموسم هذا. اجواء زوينه مولا عبد الله زوين، على حنا الباركين من عمرنا مولا عبد الله كنحبوه بزاف. 20 عام راه كنشوف كل عام، 20 عام راه كنشوف كل عام هاد مولاي عبد الله غصتاج عليهم انا. مولاي عبد الله احسن موسم في المغرب كله من نهار قلنا وحنا كنجيو ليه. كنقول لكم اجيو مرحبا بكم موسم مولاي عبد الله كل عام كيعمر في شهر 8، مرحبا بكم. فيان فيني فيان فيني موسم مولاي عبد الله. جو سوي جو مابال مسيو شواب غدوان، جو سوي ديفوني دو ديبارتمون 93 دو اونيسوا.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.